انجراف بعض الشباب ووقوعهم في دائرة ومصيدة المواد البيضاء السامة المخدرات تعود إلى ترويج بعض وسائل التواصل الاجتماعي للمخدرات وحب التقليد إضافة إلى صديق السوء. بعض الشباب إن كانوا مثلا يروحون شاليهات يتجمعون، فكانوا شاليهات إن كانوا يحطون فيها أشياء والله في كذي في كذي في مخدرات في أشياء هذه الأشياء اللي مثلا كلها من مذبات العقل عرفتي؟ فهذا اللي كان يصير. تتصرف معهم انت؟ ما شيء ما تعودنا عليه ولا تربينا عليه، فهذا الشيء اللي كلمناهم نكلم توقعت قلت له انه عطني فايده واحده منها. اول سبب يعني رئيسي الصاحب السوء يكون الام والاب والاسره يكونوا منفصلين عن بعض فيلجا للتعاطي او عنده اشياء كثيره او شيء يبيه وما حصله فيعاقب نفسه بالتعاطي هذا. وعندك كمان الناس تانية مثل حالات اكتئاب وحالات النفسية هاي أو باعتقادهم من المجتمع بيعالج الأمور النفسية بالمخدرات أو بالتدخين. الكيميكال والكبتاغون هي أكثر أنواع المواد المخدرة التي تستهدف الشباب وأساليب التهريب متعددة. كثير من الأساليب التي موجهة للشباب وإيقاعهم في دائرة المخدرات خاصة إغراءهم بهذه أن هذه المواد تسبب السعادة والنشوة وقد تعينهم خاصة في فترات الاختبارات في المذاكرة أن هذه العقاقير قد تساعدهم على التحصيل العلمي وزيادة السهر. كل هذا طبعا هي خدع وأوهام يحاولون يغرقون فيها الشاب لوقوعه في دائرة المخدرات والإدمان. أكثر المواد اللي نشوفها انتشارا بين مواد الشباب وخاصة المتعاطين هي مادة الكيميكال على سبيل المثال وأيضا بعض العقاقير الأخرى مثل الكبتاغون لبساطة شكلها وممكن إغراء الشاب فيها لأنها تتم تعاطيها عن طريق التدخين مثلا أو غيرها من البلع فهي تكون ذات شكل يعني غير عن منظر الإبرة والحقنة. استبيان وزع على طلبة الثانوية العامة لقياس اتجاهات الرأي لأسباب التعاطي بين الشباب. الاستبيان هذا يتوجه لهم يقول لهم أنت شو الهدف الأساسي اللي خلاك أنت تحاول أو تفكر أو شوف صديقك صار مدمن، فكان الاستبيان كانوا يجاوبونا إما الرغبة في نسيان المشاكل الشخصية أو محاولة التغلب على حالة الملل والفراغ أو البحث عن الوناسة والبهجة أو مشاركة الأصدقاء والتقرب منهم في أسباب التعاطي. مما لا شك فيها البرامج الوقائية المجتمعية والحكومية ما زالت ولا تزال قائمة لحماية هذه الفئة، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن أعداد الوفيات في الجرعات المخدرة الزائدة بتزايد، فقد وصلت خلال عام 2018 إلى 120 حالة وفاة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.